يا بنتي ربنا يهديك، انا مش حمل ابوكي. مالكمش في رقبتي غير روحي، وهيوصيكم وهاكل وهشرب. يا ليلى يا حبيبتي، مفيش بنت تقول للجواز لا طول ما هي سليمه، وانا ما عاوزاش اتجوز. اخر مره اقولها لك، انا مش كده ابوكي، ولو طار عليكي ما هقدرش احميكي من ناره. خلاص صدريني ليه وانا هقول له لا. وماله ولد عمك الشيخ عويان؟ ما عاوزاش اتجوز، انا حره. انا اتحججت لابوكي لحد دلوقتي بحجج الدنيا والاخره، اللي قصير واللي تخين، وابوكي نبه عليا الدور ده ما فيهاش له يا ليلى، وانا قلت لا، وانا كده بريئه من ذنبك. وانت وابوكي اصطفيوا مع بعض. صالحه دي لعلمك طيبه قوي. هما لو مش طيبه كانت جابت اجلي. طب والله العظيم طيبه، مش مصدقاني؟ طيبه وقلبها حنين كمان، مصدقاني يا بنت ولا لا؟ الصراحه لا. طب هتشوفي دي، تقوم تقوم وتنزل على ما فيش، قلبها ابيض وطبعها حامي. انت هتحبها انا عارفاه. مش حكايه كده. بصي صرخ انتي واعملي زي ما اكون هريكي ضرب، وهتشوفي قلب صالحه الابيض ده هيعمل ايه. صرخي بدل ما اضربك صح. معرفش. يبقى جبتيه لنفسك، هضربك صح عشان تعرفي تصرخي. يلا صرخي صرخي، حد هيموت. قلتك مش عاوزك. مش عاوزني تقوم تضربني. العجيني ياما. انت ما ينفعكيش غير المركوب. انا خايفه صح. صرخي صرخي. هموت. مش عاوز وجع راس. لولا دي انا ما كنتش دخلت عندك. بنات الناس تتعمل فيها كده، سيبها يا ماما، حرام عليها. بعد يا صرخه، بعد اللي اجيب عليكي. تعالي هنا، انا ما حدش هيعتقك مني. والله ما تمد يدك عليها تاني، واي ضربه فيها تيجي فيا انا. خلي صرخه تنفعك. مش عاوز اسمع حسك، انت السبب. قلت لك ما عاوزهاش. عملتي له ايه يا حزينه؟ عمري ما شفته كده. بس حصلت الضرب والاهانه ليه؟ ده انا بنت ناس يا ابوي. استغفر الله العظيم. بس يا حبيبتي، بس بس. جديد المراكب اللي في بابا نزل منها الشيخ العرب عيسى الهواري ومعاه بولس كاتب شيخ العرب همام. والغرض لسه ما بانش. نزلوا فين؟ في بيت صالح بيك القصر في الجماليه. اتكل. بنتك حددت الميعاد ولا لسه؟ لا ما رضياش. ايه؟ وايه حجتكم الدور ده؟ اهي عندك اسالها. انا ما اسالش بنات يا شمش، والمعزه اللي ليها عندي راحت خلاص، وانتي مهمتك لحد كده خلصت، بعدي عن طريقي. بالراحة يا اسماعيل. طلع الأعوج يتكسر، بعدي عن طريقي وسيبيني مع بنتي. قلت لأمك الميعاد ميتة ولا لسه؟ لا قلت لها لا ما عاوزاهوش. وهتقوليها في وشي يا بنت اسماعيل، هتقوليها في وشك. دي أول الحديد وآخره هتسمع حس عظمك لما يتكسر. عمرك ما ضربتني يا ابوي، جسمي وعظمي ملكك، لكن اللي انا قلته انا حره فيه. انت يا بنت لسه ما دقتيش جسوي ولا هتستحمليها. انا ملكك، حرام
مش هحسبك. اطلع بره، اطلع بره. حرام عليك. من يوم قاطع الطريق وقلبي قلقان دريتها صدقتك، لكن قهرتيني يا ليلى. زهر يا زهر. نعم يا سيدي. الدولية في اسمعي. اطلع بره يا بنت المركوب، اطلع بره. زهر. أوامرك يا سيدي. اسمع يا مره، اللي هتعمليه دلوك لو جه في بالك ولا افتكرتيه بعد كده هقطع اجلك واجل عيلتك كلها. حاضر يا سيدي. اطلع استنى بره وتطلع تقولي لي بنت سليمه زي ربنا ما خلقها ولا لا؟ لو عملت كده يا بوي وربنا نصفني يبقى شرط عليك يمشي، ما اتجوزت غصب عني. الفل يا سيدي. الحمد لله.